أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدموا بالشكر للأحبة المتفوقين ولأولياء أمورهم أن أهدونا هذه اللحظات السعيدة. شكرا لكم على تفوقكم. أنتم هنا وسائر المتفوقين في وطننا البحرين من كل الطوائف، نقول لهم شكرا لكم على تفوقكم. شكرا لكم أيها الأسر الكريمة التي عملت على رعاية أبنائها وبناتها من أجل هذا التفوق على الرغم من كل الظروف المعاكسة بالنسبة إلى الكثير منكم، ولكنكم قدمتم النموذج للآخرين الذين ربما يعتذرون بالظروف عن اللحاق بركب المتفوقين. شكرا لكم لأنكم تقولون لبقية الأبناء والبنات ولبقية الأسر بالرغم من كل الظروف التفوق ممكن، التفوق واقع. الشكر موصول للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في تحقيق هذا التفوق من خلال إخلاصهم في العمل وتقديمهم ما يستطيعون وفقا للإمكانيات التي وضعتهم فيها وزارة التربية والتعليم. والشكر أيضا لكل إدارات المدارس والطاقم التعليمي الذي تخلى عن رؤيته أو الذي تخلى عن العقلية الظلامية، الذي تخلى عن التمييز، الذي عامل الأبناء والبنات بروح المساواة وبذل ما يستطيع وجنب العملية التعليمية الصراع السياسي والحسابات الضيقة الطائفية والفئوية. إلى هؤلاء أوجه شكري، وإلى من مارس غير ذلك أوجه عتبي. هذا التفوق في هذه السنوات، وكما تفضل الابن في مقدمته من المتفوقين، يحمل طعم النصر لأنه تفوق مشوب بالتحدي، التحدي الذي خلقته رؤية غير سوية، ليست وطنية، ليست إسلامية، ليست إنسانية. الرؤية التي أرادت أن تحارب التعليم فيكم وفي إخوانكم وفي أخواتكم، حاولت أن تحارب التفوق من منطلق طائفي ومن منطلق حسابات سياسية خاطئة. تفوقكم يحمل طعم النصر لأنفسكم، لأهليكم، لشعبكم، لوطنكم. أتطلع لكم أيها الأحبة وأنتم نموذج إلى التفوق، أن يكون التفوق بالنسبة لكم مجرد محطة وموطئ قدم يا أبناء الثانوية لتفوق الجامعة، وإلى خريجين الجامعة تفوقكم إلى مرحلة جامعية أخرى. لا نريد أن نجد تقلص في من يدرسون الماجستير والدكتوراه، لا نريد لكم أن تكتفوا بشهادة البكالوريوس مهما كانت الظروف غير مشجعة،
مهما كانت الأعذار بأن لا أفق في العمل ولا أفق في الترقية، ابذلوا أنتم ما بأيديكم ودعوا تلك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ولجهد المخلصين من أبناء هذا الوطن لتصحيح هذا الواقع المعوج. أنت لا تتوقف وتكتفي بالبكالوريوس أو الماجستير وتقول وضع البلد. كم يسرنا أن نجد في هذا الوضع المحزن هذه البشارات الخيرة بتفوقكم. وإلى الذين سيدخلون سوق العمل أيضا، لتكن هذا التفوق العلمي مدعاة لتفوق في إطار العمل. إلى الأحبة في المراحل المختلفة، وبالخصوص أبنائي وبناتي في المرحلة الثانوية التي ستدخل إلى الجامعة، ستنتقلون انتقالة كبيرة بالنسبة إلى طبيعة الحياة التي ستواجهكم. ستنتقلون من بيئة محدودة نسبياً، أما في القرية أو في منطقة اعتيادية، تعيشون في الغالب في نفس الجنس، تتعاطون مع بعضكم البعض. ستنتقلون إلى الجامعة بتحدياتها التي تنشأ من الاختلاط، التي تنشأ من الالتقاء بمساحات أكبر من الناس داخل البحرين خارج البحرين، بما تحمل من تنوع فكري ثقافي سلوكي. الذين سيهاجرون سيلتقون بمجتمعات مختلفة جداً عن المجتمع الذي يعيشون فيه. هذه المرحلة أيها الأحبة تحتاج إلى أن تثقوا بأنكم تنتمون إلى دين هو أفضل ما يمكن أن تعطيه البشرية من قيم ومثل ورقي. راجعوا أنتم في هذه المرحلة، لا تكتفوا بما عندكم، راجعوا انتماءكم لدينكم، راجعوا انتماءكم لنبيكم، راجعوا انتماءكم لأئمتكم، انتموا إليهم بحالة أكبر من الوعي، انتماء فكريا عقائديا روحيا سلوكيا، واذهبوا بعد ذلك إلى كل هذه التحديات، واجهوها بزاد رسول الله بزاد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وانفتحوا لا تخشوا الانفتاح على العالم. خذوا من هذه المحيطات المختلفة ما فيها من إيجابيات، لا تنظرون إليها باحتقار. لا الجامعة في البحرين ينظر إليها باحتقار وازدراء، ولا الجامعة في بريطانيا أو ماليزيا أو أستراليا أو أي مكان ينظر إليها على أنها مكان موبوء ومحتقر. لا، هناك الكثير من الإيجابيات التي بالممكن الاستفادة منها، بل يجب الاستفادة منها. ولكن قفوا على ما عندكم، وما عندكم يمثل القمة. ليس العيب فيكم، أنتم في مرحلة لن ألومكم كثير إذا واجهتم بعض الارتباكات والاهتزازات نتيجة هذا التحول. العيب في هذه الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها التي أضاعت تعاليم دينها وكتابها وتحولت إلى أمة فيها الكثير من السلبيات التي لا تتناسب مع الرسالة الخاتمة بتحريف الدين، تحريف الدين فكراً تفسيراً سلوكاً. وإن دينكم أفضل الأديان وأرقى ما يمكن أن تنتج الإنسانية. اقدموا على هذه المرحلة بهذا التمسك والانفتاح، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحميكم الله ويوفقكم. سنأتي على بعض أمهاتنا في الموضوع التعليمي، بما أننا نجتمع معكم أيها الأحبة في هذا الحق الذي يشكل حدث التفوق عنوانا.
النظام التعليمي من الروضة إلى المدرسة، المعاهد، الجامعات العامة والخاصة يعاني الأمرين من عقلية مستبدة طائفية تمتلئ بالحقد بدل المحبة. الروضات تضايق، يفتش عليها بمناسبة وبغير مناسبة، توضع عليها العقوبات غير المتناسبة وغير الحقيقية، تساءل لأنها أقامت احتفال لرسول الله أو احتفال لعلي بن أبي طالب أو احتفال لفاطمة الزهراء، ويجرم مثل هذه الممارسات الطبيعية في روضة خاصة. تضايق الترخيصات إلى مزيد من الروضات التي يحتاجها المجتمع، وتوضع قائمة بالستات وتوزع على أساسها الروضات إلى التقسيم الطائفي البغيض، ويتم التعاطي معها على هذا الأساس. المدارس وخدمات المدارس تتأثر بالمنطقة، سترة ليس لها نفس النصيب من الخدمات المتواضعة إجمالاً التي تحصل عليها مدرسة في الرفاع. مدارس البحرين والكادر التعليمي بحكم ظروف تاريخية بعيدة عن فكرة الاحتكار أو التمييز، يشكل المواطنون الشيعة غالبية الكادر التعليمي، ليس لأن هناك مواطن واحد من الطائفة السنية الكريمة تقدم لملء شاغر تعليمي من أجل التدريس وحرم، لا، ما في، وإنما لظروف تاريخية وحسابات وضرورة أن تملأ المواقع المتقدمة والمواقع الأمنية. تم توجيه بعض أبناء البحرين من المواطنين لتلك المواقع، فكانت شاغرة مواقع أخرى أبناء الوطن من المواطنين الشيعة شغلوها، ملأوها، خدموا فيها، ليس لأن هناك أحد محروم منها. لذا يشكل الشيعة المواطنين من الشيعة يشكلون غالبية الكادر التعليمي، ولكن على خلاف هذه الأغلبية تجد بأن الإدارة التعليمية التي من المفترض أن تكون إفرازاً طبيعياً لهذه التركيبة وهذه النسبة تبدأ في الاختلال الفاضح من مستوى المدرس الأول، ثم ترتقي إلى مستوى مساعد المدير، ثم تأتي إلى المدراء، فتجد النسبة أنهم لا يتعدون 20% أو أقل من هذه. تذهب إلى وزارة التعليم قبل الثورة، بعد الثورة، وتجد نسبة الشيعة لا تتعدى في الكادر الإداري لها 10% في عملية تمييز في قطاع التعليم، تجدها في المدارس وفي الوزارة. جامعة البحرين يجب أن تكون، مع شديد الأسف أتكلم بهذا المعنى لأن هذا مثل السرطان يجب تشخيصه حتى إذا أمكن معالجته، ما يجوز المجاملة فيه هنا، التشخيص لا يجوز المجاملة. مريض إذا جاك ما تقول إلا والله أنت مصاب بارتفاع درجة حرارة إذا كان عنده مرض عضال، تقول لا والله فيك يعني هذا المرض، إذا كان سرطان أو شيء تقول هذا الموجود حتى تبدأ في عملية العلاج. رئيس جامعة البحرين عندما دمجت جامعة الخليج والجامعة الكذا يجب أن يكون سني، مع أنهم يقدر يضع شيعي ويتحكم فيه كما يفعل في الوزارات الأخرى. في سنة 90
وأيضا بحكم الواقع الطبيعي. البحرين بلد فتي وعدد سكانه محدود، والجامعات العامة والجامعات الخاصة كانت تحتاج إلى المدرسين. ما في مدرس من المواطنين السنة لديه المؤهل أو شبه المؤهل للتدريس في الجامعة وأغلقت أمامه، ما في واحد. في مواطنين شيعة تعلموا يمتلكون المؤهلات لأن يكونوا مدرسين في جامعة البحرين وفي الجامعات الخاصة فكانوا. فإجا عسكري إلى جامعة البحرين، شاف أن نسبة المدرسين الشيعة 3-1 حسبها بالطائفية بعقلية المريضة، فقالوا يجب عكس النسبة، لازم نخلي السنة 2 والشيعة 1. شو تسوون؟ قال كل من يستطيع ما يستطيع اخذوهم ابتعثوهم. فتخرج 100 بعثة 100 منحة للماجستير وللدكتوراه من جامعة البحرين، هاي نموذج من أجل فقط حرب مريضة. ما حد منع أحد من أن يتوظف في جامعة البحرين وعند المؤهل، لكن يجب حرب، يخوض عايش حقد، عايش غباء، عايش حمق، عايش مرض. يجب أن تعكس النسبة. وكان معهد البحرين هذا من أجل الذي لا يستطيع أن ينتمي للجامعة لمعدل أو لظروف مادية أو لتأهيل، مش فقط ما ينتمي للجامعة، وإنما ناس عندهم ميول عملية لتوفير حاجات سوق العمل، ولم يكن ممنوع على أحد لا أن يتوظف فيه ولا على أن يدرس فيه. أيضاً لحقته الطائفية بعد الثورة والآن تنخر فيه. إذا ما في مدرس من الطائفة الكريمة السنية، جيب لي مدرسين من الخارج. تنشأ معاهد بطريقة سرية. أمس كنت مع أحد الإخوة يقول أكو ينشؤون معهد جديد بتمويل خليجي حتى ما يتم الإعلان عنه، ويجيبون لي مدرسين من الخارج ويخلون إلى كأن يريدون درون فئة معينة. التعليم في كل مفاصل يعاني من هذه العقلية المريضة. نأتي إلى موضوع البعثات في الجانب التعليمي. بعثات في مواقع متعددة، تبدأ بالبعثات العامة في وزارة التربية والتعليم. ماذا نفعل؟ غالبية المتفوقين من هذه الشرائح الاجتماعية الفقيرة، ومن البنات أكثر من الأولاد. ولذا أيها الأحبة، عندما جاء تكريم البنات قالوا ما تكفي تلك القاعة وهذه القاعة، هالمرة في الأولاد فقط نكتفي بقاعة واحدة، السنة القادمة وما بعدها نريد قاعتين إليكم، مع أن أنتم نموذج المتفوقين كثر، ولكن من حبوا أن يشتركوا في هذا البرنامج التكريمي في هذه المؤسسة الوطنية. البعثات في وزارة التربية والتعليم قالوا وجدوا لهم فكرة المقابلة، وأعطوا المقابلة نسبة 40%. فحتى لو جاكم واحد جايب 100% تقدرون تضربونه وما تعطونا البعثة اللي يريد، أو تحرمونا من المنحة، أو تحرمونا من بعثته، وتقولون في المقابلة ما نجح، ما هو موفق في المقابلة. إذا جادلكم ما هو موفق في المقابلة. وهذه مساحة محدودة من المنح والبعثات. نأتي إلى منح وبعثات الوزارات. منح وبعثات الوزارات يناديه المسؤول يقول لي يا فلان ليش ما تروح هاي البعثة؟ قال لي والله مشغول، أنا ما عندي الآن الاستطاعة والكذا. قال لي خذها، ترى إذا ما أخذتها أنت ياخذها واحد من الشيعة، لأن اسمه سني أو اسمه ما هو شيعة، مو عبد النبي ولا عبد الحسين. هذه قبل 20 سنة، هاي قبل 20 سنة،
وازدادت في التوغل وفي الحفر وفي الذهاب إلى أسفل السافلين هذا النوع من العقلية. فالموظف الشيعي محروم من أن يحصل على منحة من هذه الوزارات. أكثر من 90% المنح والبعثات ودورات التدريب التي يترتب عليها ترقية يجب أن تكون من طائفة أخرى. تقوم بعض الجهات ومنها هي وزارة مختصة ولكن أكثر هنا الدفاع والأجهزة الأمنية، تقوم ببعثات عديدة فيما يتعلق بالدراسات العسكرية، وهذا شيء طبيعي، وفيما يتعلق بغير الدراسات العسكرية، وكلها حصريا ليس أحد من المواطنين الشيعة فيها. الحين إذا صار واحد بالغلط، واحد والده يشتغل منك، واحد مرضي عنا، لم تكتفي هذه العقلية بكل ذلك. يا أيها الدول الأخرى التي تتعاطى مع الخليجيين أو مع العرب بروح المساواة الخليجية أو العربية، لا تقبلوا أي مواطن بحريني إلا بعد إجازة من وزارة وموافقة وزارة. اشتخلكم وزارة التربية والتعليم، اشتخلك أنت، اشتخلك أنت. ناس تروح تدرس في جدة، وناس تدرس في الرياض، وناس تدرس هني، وناس تدرس في المغرب، ليش لازم موافقتك أنت؟ تدرس على حسابها الخاص، والموافقة لا تأتي، وفي أحيان الموافقة لا تأتي، وفي أحيان الموافقة تتأخر لما يفوت موعد التسجيل للبكالوريوس أو للدراسات العليا. قبل أيام، لا يجوز لأي جهة أهلية أو جهة خارجية أن تقدم بعثات إلا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية من وراء وزارة التربية. ليش هالحقد؟ ليش هالكراهية؟ هذه مساحة ما كان يجب أن تدخل في المعركة. مات مسجد، تعليم، مدرسة. نحن نادينا وأعيد النداء، المدارس، المعاهد، الجامعات، النظام التعليمي، النظام الصحي ليست محل المعركة. احنا عندنا معركة سياسية، ما عندنا معركة من أجل أن نفشل التعليم في البحرين، نعمل على تراجع العملية الطبية والخدمة الصحية في البحرين، نعمل على تراجع خدمات الطرق والمجال، ما عندنا هالمعارك، نعمل على تردي الاقتصاد، ما عندنا هالمعارك. ليش فاتحين المعركة في كل مكان؟ ليش مدمرين البلد بلا معنى؟ احنا سياسيين، احنا سياسيين عندنا وجهة نظر سياسية. غضبتك سجنتنا، حبستنا، قتلتنا، زين هذا تلميذ ليش تعتقله من مقاعد الدراسة؟ ليش تحرمه من تقديم الامتحانات؟ بعضهم يتمكن، بعضهم ما يتمكن. ليش تفصله من دراسته انتقاما؟ لماذا تعيقه؟ لماذا ما تسهل عليه؟ ليش هاي الأحبة اثنين يكونون في المعتقل؟ هاي الأحبة اللي نموذج في عشرات من المتفوقين في المعتقل، ومن غير المتفوقين العاديين، الناس العاديين، كل الناس لازم تكون هي المتفوقين حتى تحصل على حقوقها. هذه هي العقلية التي تدير وزارة التربية والتعليم والتعليم وسائر الوزارات مع شديد الأسف، ضمن سياسة خاطئة وظلامية، تعتبر بأن أبناء هذا الوطن من المواطنين الشيعة أعداء يجب خوض حرب مفتوحة معهم في كل مجال. كيف نواجه ذلك؟ واحد، بالإصرار على التعليم والتفوق بالنسبة إلى هذا الحق، بالإصرار. أبنائي، بناتي، أولياء الأمور،
بالإصرار أكثر على التعليم وعلى التفوق. كلما اختنقتم بالغازات في الليالي الطبيعية للأولاد يدرسون ويقدمون امتحانات، حولوا هذا الغضب إلى تفوق تعليمي. كلما وجدتم المضايقات حولوا هذا الغضب إلى نجاح في مختلف الحقول. الآن أخاطب الأبناء وأولياء الأمور في التعليم، ولكن في كل مكان، كلما وجدتم حرب ظالمة في مجال اقتصادي، في مجال صحي، في حولوه إلى تفوق وعناد وإصرار على معاكسة هذه السياسات الظالمة. الموضوع الثاني، بالإصرار على المطالبة بحقنا كمواطنين بالبعثات التي نستحق نتيجة لتفوقنا. لا تخليها ساكتة، سجلها في كل المؤسسات التي تسجل الظلمات والانتهاكات، اكتبها في كل مكان يمكن أن تكتب فيه، اكتبها على الموقع الإلكتروني إذا ما كان أحد نشر لك، اكتبها في الصحافة إذا أرادت الصحافة أن تنشر إليك، سجلها شكوى في كل مكان. لا يصير استسلام وأن هذا الواقع وإحنا مش نقدر نسوي فيه. واجهة مظلوم، ومن حقق المنحة ومن حقق البعثة ومحروم من عندها، واجه، افتحها مواجهة، قل له الضرر أكثر، أنت متضرر على كل حال، تحمي نفسك ربما بهذه الطريقة وتحمي الأجيال الأخرى. أنت فرد تواجه، أسركم لازم تواجه، مؤسساتنا كلها لازم تدخل المواجهة، مواجهة المطالبة بالحق، مش مواجهة اعتداء، مواجهة مطالبة بالحق. بالنسبة إلى الوظائف، بالإصرار على حصولنا على الوظائف والترقيات المتناسبة مع مؤهلاتنا وإمكانياتنا وأقدميتنا. لا حد يرضى. شو ما حد يرضى؟ يعني يجي دكتورة ومفروض هي في إدارة الوزارة ويحولها إلى المدرسة أو يحولها إلى الكذا، يجب أن يكون هناك اعتراض وشكوى وإعلان هذا في كل الوسائل. الآن مضطر أنك تروح المدرسة حتى لا ينقطع رزقك، روح، ولكن لا تسكت على هذه الظلامة، لا تخليها تمر، خلها دائما موجودة، سيبرز لها صدى. إذا سهلنا العملية على هذه العقلية تروح إلى أقصى وأقصى وما بتتوقف. إلى الموظفين في كل المواقع، هناك سياسة بالتطفيش، هناك سياسة بالتطفيش، حاولوا تأذونهم إلى تهينونهم، تنتقصون من حقوقهم. ما في حوافز، مضايقات، خلي يقدم استقالته، في تهديد، قدم استقالتك والله بينقيلك، ترى إذا قدمت استقالتك ممكن تحصل حقوق، إذا قناك لا ندبر لك شيء، توصل لها الحد. لا تستسلمون، ادخلوا فضح. الخطوة الأولى افضحوا هذا، ولا تقدمون تقاعد مبكر. ممكن أنت بالنسبة لك شخص تفتك من هذه المعاملة السيئة، لكن بالنسبة لهذا الوطن يخسر، بالنسبة للوطن في الصورة الإجمالية نخسر. نرد على هذه العقلية بطريقة أخرى، نرد على هذه العقلية المريضة بالطائفية وبالحقد الأعمى بالتمسك بروحنا الوطنية المخلصة المحبة لكل البحرينيين. هذه سياسات ومنهجة رسمية بحكم الإغراء والتخويف ينخرط فيها عدد من الناس، لكن الغالبية العظمى من الناس لا ترتاح إلى ذلك. حتى وإن سكتت هي متململة، تشعر بتأنيب الضمير. هذا رسل إليهم رسائلك الطبيعية اللي لازم ترسلها كمؤمن، كمسلم،
كمقتدي برسول الله هي رسالة المحبة، هي رسالة المشترك، هي رسالة ما موجود من مساحة ماضي وواقع جميل ومستقبل يجب أن يكون أجمل بالتعايش مع بعضنا البعض، بالتعايش مع بعضنا البعض. لا تنظر إلى إخوانك السنة في الوزارة أو في المؤسسة على أنهم ظلمة. من مارس الظلم حط عليه نقطة، حط الإشارة على من مارس الظلم، الآخر فتح عليه. أبنائي أنتم الآن راح تدخلون الجامعة وهي مساحة مشتركة بين أبناء الوطن، سواء كنت في الجامعات البحرينية أو خارج الجامعات البحرينية. لا تتعاطون مع إخوانكم من الطائفة السنية وكأنهم أعداء وكأنهم يكرهونكم، انفتحوا. واحدة من مسؤولياتكم وتحدياتكم أن تغيروا الصورة الكاذبة التي حاولوا أن يخلقونها عنكم. كونوا على طبيعتكم وعلى سجيتكم، بحرينيين محبين لوطنهم يريدون التطوير لهذا الوطن. لا تستسلموا لهذه الصورة التي زرعوها وتنعزلوا عنهم. لا تذل نفسك لأحد. شخص اللي يسلم تسلم عليه وما يرد، شخص اللي تتقرب إليه مرة مرتين وما هذا ابتعد عنه. بس في آخرين قلوبهم طيبة طاهرة طبيعية. هذه وظيفة من وظائفنا في مواجهتنا الطويلة لبناء وطننا. سهل جدا أن ترد على الحقد بحقد وعلى الكراهية بكراهية، لكن إلى وين؟ إلى وين؟ إلى أن يتحول البلد إلى مفخخات؟ تحول البلد إلى دمار في كل مكان؟ سهل. الذي أقول إليكم هو الطريق الصعب، لكن ما عندنا خيار آخر حتى نعطي الأمل أن نبني وطننا وطن مستقر، وطن يبنى على الكراهية لا يمكن أن يعيش الاستقرار، وطن يبنى على التقسيم الطائفي والتقسيم القبلي والتقسيم المختلف السياسي لا يمكن أن يبنى، يعني تبنى على أساس المواقف وتبنى على أساس النفسيات وتبنى على أساس الحقوق، هذا لا يمكن أن يعيش الاستقرار. أجدد مباركتي لكم أيها الأحبة من الطلبة وأولياء الأمور، وأتمنى لكم مزيد من الموفقية في التعليم وفي حياتكم العملية. وأفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.